اليوم تحتفل الحماية المدنية التونسية باليوم العالمي للحماية المدنية والدفاع المدني تحت شعار التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية والدفاع المدني. ونظم ديوان الحماية المدنية بهذه المناسبة فضاء تنشيطيا مفتوحا للعموم بالمركب الرياضي بالمنزه. واستعرضت الوحدة المختصة بالحماية المدنية التونسية بعض التقنيات والتطبيقات المستعملة في مجال رصد الأخطار ومتابعتها. وأكد العميد منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس أن الحماية المدنية تعمل على مواكبة التطورات على المستوى الاستراتيجي والميداني، خاصة في ظل التقلبات المناخية الأخيرة وفي ظل المخاطر التي تتهدد العالم.